من أسبوع فقط بدأ عرض أولى حلقات مسلسل مغربي جديد يحمل عنوان داير البوز على القناة الأولى، حيث شهد نسبة مشاهدات عالية سواء على التلفزيون أو على موقع اليوتيوب بتجاوزه لمليون مشاهدة في ظرف 4 أيام فقط. هو مسلسل من إخراج علاء أكعبون ومن تشخيص ثلة من الوجوه المعروفة في الساحة الفنية، من بينهم الممثل الشاب عبد الإله رشيد، الفنانة راوية، الممثل مهدي فلان، والفنان عادل أبا تراب وآخرون. يحكي المسلسل عن قصة شاب يحلم بدخوله إلى عالم الفن والشهرة، وتبين لنا مجريات أحداث القصة الصعوبات التي تواجهه من أجل الوصول إلى مبتغاه وتحقيق حلمه. ويشار أن الممثل عبد الإله الذي يلعب دور البطولة في المسلسل كان قد تعرف عليه الجمهور المغربي العريض من خلال مسلسل رضات الوالدة الذي عرض خلال موسمين من شهر رمضان. وجدير بالذكر أيضا أن آخر عمل قام به الفنان عبد الإله رشيد كان عبارة عن سلسلة تحمل عنوان نص نص بطبع فكاهي. أما الممثل مهدي فلان فقد تعرف عليه الجمهور بشكل أكثر وأفضل من خلال دور فوزي في المسلسل الرمضاني عنبر وياقوت، والذي أبدع فيه بتقمصه لشخصية المنحرف النرجسي حيث لقي إعجاب الجمهور والمتابعين. باش يوصلك جديد شبابنا، دير أبوني القناة، جيم الفيديو وفعل الجرس. شكراً.